بسمة النيل وجهنا والإخلاص والعمل تاريخ نجاحنا وكلمتك يا الله منارة دربنا. أما بعد فصلاة وسلاما على نبينا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الصادق الأمين شفيع المسلمين في يوم الدين علي أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسعدنا ويسرنا أن نقدم لكم الإذاعة المدرسية لهذا اليوم وخير ما نستهل به برنامجنا الإذاعي كلمات رب العالمين ومع القرآن الكريم والطالبة رضينا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. والآن هيا بنا نقطف زهرة من بستان السيرة النبوية مع الحديث الشريف والطالبة جنى محي. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب المايك من بق رب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وقال الله تعالى دعوني أستجب لكم ومع الدعاء الطالب شهد نبيه. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. يا سلام شطار. والآن بنا هيا بنا نبحر سويا في بحر العلم مع فقرة هل تعلم الطالبة ريما سعيد. تجري كده ليه علامة؟ هل تعلم أن يوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة؟ ومع فقرة الحكمة ويلقي علينا حكمة اليوم الطالبتان مريم علي وجريشين. وزود الله يا نصر. من دون الله نحن لا شيء. يا سلام الله يحفظك. وزود الله يا نصر. من دون الله نحن لا شيء. هيا بنا نقف مع لمسة من حقائق علمية عن الحيوانات والطالب ومع الطالبة رضينا حمد. حقائق علمية عن الحيوان. إذا مات الفيل وهو واقف فإنه يظل واقف بعد ساعات أن يسقط على الأرض. زئير الأسد يمكن أن نسمعه من على بعد مسافات 8 كيلومتر. النعامة لا تدفن رأسها في الرمل هربا من الخطر بل لتعثر على المياه. الله ينور عليك. ومع فقرة الأسئلة والطالبة رنا حسين وسام مصطفى. يا باشا أسئلة. استنى. أوقف. أوقف. ما هي نسبة الماء في الكرة الأرضية؟ تاني كده. ما هي نسبة الماء في الكرة الأرضية؟ نسبة مية في الكرة الأرضية. أستاذ علي الخولي من فضلك طلع لنا واحد بس. إجابة خاطئة. 77.7 تاني؟ 77.7 إجابة خاطئة. إجابة صحيحة. 71% السؤال التاني. اللون الأحمر في علم مصر على ماذا يدل؟ اللون الأحمر في علم مصر على ماذا يدل؟ بيدل على إيه؟ استاذ كريم اتفضل. لحظه خلاص شكرا. ماء الشهداء. اجابه صحيحه. كم عظمه في جسم الخيل؟ كم عظمه في جسم الخيل؟ ايه؟ كم عظمه في جسم الخيل؟ كم عظمه في جسم الحصان؟ الخيل؟ كم عظمه في جسم الخيل؟ الحصان في كم عظمه؟ كل دول انا مش عارف انت عارف ازاي بتقول فين بتقول 4 اجابه خاطئه بتقول
وخمسة. تاني؟ 205. إجابة صحيحة. خدي. في حاجة تاني؟ ما هي عاصمة دولة كوريا؟ عاصمة دولة سوريا. كوريا معذرة. كوريا. استاذ احمد كارم ارجع تاني. لا 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 ارجع تاني. استاذ احمد كارم طلع لنا واحد. تقدمت لكم الإذاعة الطالبة مريم وليد تحت إشراف مس إيمان أيوب.